استبعد وزير النقل الليبي محمد زيدان فرضية وجود عمل إرهابي وراء حادث تحطم الطائرة الليبية عند هبوطها في مطار طرابلس، ما أدى إلى سقوط أكثر من 100 قتيل بينهم 61 هولنديا، فيما نجا طفل واحد في الثامنة من عمره. الطائرة وهي من طراز إيرباص A330 كانت قادمة من جنوب إفريقيا في طريقها إلى مطار هيثرو في لندن، وكانت تحمل ركابا من جنوب إفريقيا وبريطانيا وهولندا. الحديث عن السلامة الجوية لا يتوقف أبدا، فحوادث الطائرات لا تتوقف عن حصد المئات من الأرواح في العديد من دول العالم. أحدثها كان في ليبيا عندما تحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الليبية على بعد أمتار من مدرج الهبوط في مطار طرابلس الدولي، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 104 أشخاص، في حين نجا طفل واحد في الثامنة من عمره. الطائرة المنكوبة وهي من طراز إيرباص 330 تابعة للخطوط الجوية الإفريقية التي تملكها الحكومة الليبية، وكانت قادمة من جنوب إفريقيا في طريقها إلى مطار هيثرو في بريطانيا. وقال مسؤولون إن ركاب الطائرة كانوا يحملون جنسيات مختلفة، بينها الجنسية البريطانية والجنوب إفريقية، وأن جميع أفراد طاقم الطائرة المكون من 11 شخصا يحملون الجنسية الليبية. شركة إيرباص المصنعة للطائرة أكدت في بيان صحفي أنها ستقدم كافة المعلومات المتعلقة بالطائرة لجهات التحقيق التي ستباشر عملها لكشف ملابسات هذا الحادث، في حين أكدت مصادر مطلعة بأنه يرجح أن يكون سبب الكارثة خطأ فني حدث لدى هبوط الطائرة الذي كان يتم في أحوال جوية عادية. يذكر أن مطار طرابلس كان شاهدا على العديد من حوادث الطائرات، ففي عام 1989 لقي 79 شخصا مصرعهم، وذلك عندما تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية. أما الحادث الأسوأ في ليبيا فكان عام 1992 عندما تحطمت طائرة تابعة للخطوط العربية الليبية بالقرب من مطار طرابلس، ما أدى حينها إلى مقتل 157 شخصا. وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد سعيد غريب مدير مكتب الأهرام في ليبيا. سيد سعيد، هل تم التوصل إلى الأسباب وراء تحطم الطائرة الليبية؟ شكلت الحكومة الليبية لجنة فنية وبعض الوزراء للوقوف على آخر المستجدات في هذا الحادث الأليم اللي أودى بحياة 103 ليبي وأجنبي صباح اليوم بمطار طرابلس. وحتى الآن لم يصدر أي بيان من اللجنة المختصة التي تم تشكيلها، وجاري الآن الإعلان عن أسماء الضحايا، وأوضحت المصادر حاليا أن معظمهم من الهولنديين يزيد عددهم عن 65 واحد كانوا قد في رحلة سياحية لجنوب أفريقيا وعودتهم إلى هولندا. نعم، طيب يعني هل من تصريحات أو بيانات صدرت عقب الحصول على الصندوقين الأسودين؟ حتى الآن لم يصدر أي بيان من جهة الخطوط الإفريقية، لكن خلال المؤتمر الصحفي أعلن صبري شادي المفوض العام لشركة الخطوط الإفريقية الليبية أنه تم الحصول على الصندوقين الأسودين، وجري الآن عمل اللازم لمعرفة أسباب الحادث الحقيقية. لكنه في نفس الوقت نفى السيد وزير المواصلات والنقل محمد زيدان أن يكون هناك أي عمل إرهابي. نعم، للحادث الأليم. نعم، إذا كان لم يتم الوصول إلى النتائج في أعقاب الحصول على الصندوقين الأسودين، إلى ما استندت الحكومة الليبية في الإعلان أو استبعاد وجود شبهة عمل إرهابي وراء سقوط الطائرة؟ لأن الطائرة آتية من جنوب أفريقيا، والطائرة خلاص كانت في مرحلة الهبوط إلى مطار طرابلس ومنطقة منها. لماذا يظل الإرهابيين لمدة 8 ساعات وهي رحلة الطائرة من جنوب أفريقيا إلى طرابلس ولم يفعلوا شيء؟ حتى أن بوت الاستغاثة أو مطار طرابلس لم يتلقى أي استغاثة أو أي من هذا القبيل يعني. طيب يعني هناك طفل واحد نجا من الحادث وهو هولندي الجنسية، هل تم استجوابه أو معرفة أي تفاصيل عن الحادث منه؟ الطفل الهولندي الآن هو يرقد في العناية المركزة في مستشفى طرابلس المركزي، وهو الذي تم إنقاذه. كان هدف أو شغل الإدارة الليبية منذ صباح اليوم
أن توجهت الحكومة الليبية بأكملها ورئيس الوزراء ووزير الصحة والمسؤولين إلى مكان الحادث لإسعاف ما يمكن إسعافه من الجرحى والمصابين أو لكنه لم يتلقوا إلا هذا الطفل البالغ من العمر 10 سنوات وهو أولاد الجنسية الحين في العناية المركزة في مستشفى طرابلس. نعم. أما الجثث التي وصلت هي حوالي 96 جثة إلى مستشفى طرابلس. نعم. وباقي الجثث هي أشلاء. نعم. الأستاذ سعيد غريب مدير مكتب الأهرام في ليبيا، شكرا جزيلا لك.